الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرتبك كواد ما هذه لاهي بس كلا. مركز لواد وحان عاد وهم بليني الشعب الصومالي لان حسكا تطبيع لواد تناد الصون قشدة الريد دودي أم بتوري نمدودي أم بمستقبل كودي أيك عندكم أمليني تسوى وتكواد وحن كهل دوانا ولادا عرف وين كتاجن إمكا وحويان وحد شرطة سومال الآن وحد كسو عانا ما شيء نبط إيه رنت الله يسكو شعوه وحد شرطة أرنت هذا وجه وحد قلي قلها وسيرة ده يا صلاة دين تا يقولت ده الله بتشهرة أرنت هذا البلد داري سأل قضبة على ربع لقصو صاري كلام بلغة سو ساري إتيك عن قاطة إلوغو حكومة أفر جيربا قولا كباحدة دينا كباحدة إمك مجالية ميريا كشيو أفر تا جيربا كباحدة أفر تا جيربا سومالي لان كبوه بيك واحد نبر بيك واحد وليبا وكاذب بدنو ولوكو كل بديني وكاذب بدنو حلو ولوكو كل بديا أريد ولديني ولديني أن ولديني مركا أنت أصبح تاجنيد، إن مركوت بيسير لصاقة قبطه، كأن أذكر لك جارو، الله سيم وضوضين، وضيع شيء دارته أي كبحي، إن لصاح الحلو، إنجليز كويس عادين، أي كوعد هريج، مدح ويني، إن الباقة ترتمه، إن كأن عط عبر بحسه، إن لصاح الحلو، ومركز صاقة له، عند وجوده. وايو وحلوغو وحنتا هقامي يكو آرادك حتى هذا الكيجا آذو فيرسو آن أريد تاسوحيه أريد ما تنسو مالنا قطانوي وأريد دينو وفيتو لغن كاسي إيه نقضو ندركا إمتاركا نحي إيه ما تنسو شيكي أو إيه نقضو تإنكي دنبيلها إلا قريو مركا سيدا إيه لو قريو دركا إمتاركا نحامل ألكي كحسيدا لو قريو آلو شيكي كري أي نقص خفتي طن تهدو إلا إلا إن أبوه إن كيس شيء كانوا وياه ويهورد نكت سوق بين شري إن كي جا وذي بورن شري وكان هلا قبتورن شري أرين تاسي أرين ما أنتي نقول تهجوية أمر بحي أنا ولا قرتي أهان وخير وبك كومن ونكون بربر تاجني معافي دي معارب بربر تاجني كرتوني دي هرت واحد هاي ستة شري شري يكون طن بقولك بس شنو كنت زملاء شنو أفرتك كوا هرينا، and واحد يجون ويكون قبل برتاعي ما هالسياسية كرسي جسوا هيسا شعب زملاء كأنك أتيك أتجادو وحنك حاجة بالله قليل قبل برتاعي ورك قبل برتاعي إن مدح ويني مرك هالسوق هلا مرك أريم وهل كانوا كلا جارا ومهم زملاء إن لي شو تشو ماها ما نبي الرجال لبريه ماها طبعاً جير إلى كبحان أحدها ماها وإلا صاقة قبطها هذي كارو وين كنا حبوده وأيو سمعنا له هل كان كمائي من بريه إلا إسبريه مركع قار تقال لا تشري تشري وأنت كنا نسأب الحويني هذا كبقر مره تذكرت يوم كفاري صتي هذا كبقر نقاشتي سمعنا له وحيال بدن بالله صومري ما تا هاي وستاجي إنك كبقت أبا عن كتيم مستعتو بدأ حويل كل يروح قان كهجا قان ذي إني فلان سمع أضيع شا وإلا صاح الحلا كرب كان كبحي وإنا لقو بدين وياه ذكرى نق السياسة وفرحن أين لقها للسكينة مركان تاس هذه أحد أيوه مع السوسو مالنا هذا إلا إمك تلابش عطيك لقاعد تسوق سوقي مدن حلده من واحد لا صعطة ذلك واحد كسعودي هرمر كل الدوان أردن على كستالة إن محاط كلا صعطة هرمر كي كسعودي قبل ك إن السلاح لي جارهم وتضيع طي أرتا أردت كل فترة ك هرمر ك أرت بيزاني دي وتي برجو تلبش لا 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 بس كري وحير بابك سوري كتير بتجاوب وقت العبير كرا وقت الشيء كرا وقتي أي وها هربت كان لقى هذي كرنا معها لكن بزيادة رجع بدن بلاقي قبائل تسمع لهم جود أهم رجع بدن
waxa la system ki hore buu wasiirka maaliyadu weyn bedelay system ki hore ahaa dakhli iyo kharash waxa la hore jiray si bijaaliyad ku dhisan horumar baan u bedelay buu yidhi taana waa taa tawadada hadii gudoomiyi wadada hadii ilaahu naxariistay waa kimaalo jaarkiisa lagu aasay aas qaran loo sameeyey dadka farakutiriska buu ka mid ahaa heligeeyada Soomaaliland ee waqtigiisa iyo lacagtiisa lagu huri jiray horumarka dalkiisa Cali Ibraahim Cali Sayar Allah hawl naxariistay gudka hawl nuuriya marka gudoomiye cusubna lama dooran arrinta sida tilmaamaysana gudoomiyaha beesha ama gudiga beesha ayaa soo xusha ninkii la misaal noqon karaa Cali Ibraahim waqtigiisa iyo lacagtiisa ku huraya horumarka insha allahna in dhowaan la heli doonaa laga yaabaa intaanad ka bixin xildhibaan waxaa jirta munaasabadii ballaarnayd ee qabanqaabadeeda xuska 18 May shacbiweynihiini maxaad la wadaagi lahayd waxaan kala wadaagayaa Soomaaliland inay Soomaaliland nabadda ilaashadaan waayo nabadda oo la ilaashada 7-kaas sanaba waxaynu kusoo gaarnay maanta barwaaqada iyo ammaanta iyo bashbashka maanta kusoo gaarnay inaynu qarin dadka dembiilaha dadka dagaalgalayaasha inaan la qarin inaan qabiil la iskugu hiilin inaan xisbi la iskugu hiilin inaan siyaasad la iskugu hiilin oo dadka reer Soomaaliya markay qadaadaato runta isu sheegaan inankii aabihii way kala baydaan odaygu dhegtu soo qabtaa inanku aabihii buu kasoo ka hor yimaadaa wuxuu dhaa markaa arrintaas Soomaaliland iskumay raaci jirin fidnada iyo qaxa iyo dhibaatada Soomaaliland kumay ahaan jirin waxyaalaynu kaga duwanay meelo badan ayay ka mid ahayd Soomaaliland lagu amaano laguna majiirto kole aad iyo aad badan mudane wareysiga yar kooban ee dilowdagtay aad baan kaaga mahadnaqayaa daawada yaal idinkuna meel kasta waad naga daawanaysaan aad baad mahadsantihiin.